قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في افتتاح مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف، قال إن المنطقة العربية تمر بمحنة حقيقية بسبب من وصفهم بأصحاب فتنة عمياء ممزوجة برائحة الدم والموت والتفجيرات وقطع رؤوس البشر. لكن الإمام الأكبر أكد على ثقته في تجاوز البلدان العربية لهذه المحنة والتي وصفها بالطارئة. هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الدقة والتعقيد والخطر المطبق على بلادنا وشعوبنا وقد دهمها من داخلها ومن خارجها، فإنك حيثما قلبت النظر في خريطة الشرق الأوسط فإنه يروعك هذا الوضع المأساوي والذي يعيك البحث فيه عن سبب منطقي واحد يبرر هذا التدمير المتعمد الذي حاق بالأرواح والديار والممتلكات وراح يستهدف تفتيت أمة وفناء حضارة وزوال تاريخ. كما قال شيخ الأزهر خلال افتتاح المؤتمر والذي حضره البابا توادروس الثاني، قال إن المنظمات المتطرفة مثل داعش خرقت قاسما مشتركا للبشرية وهو حرمة النفس بسيل من عمليات القتل المروعة. هؤلاء الغلاة الجدد ينطلقون من المعتقد نفسه بعد تحريفهم مفهوم الكفر والانحراف به عن معناه الصحيح ومعنى الإيمان أيضا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه المسلمون من عدم تكفير المسلم بالذنوب حتى لو كانت من الكبائر ما لم يستحلها، وأن الكفر هو إنكار القلب وجحده وخلوه من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما من آمن بكل ذلك وصدق به فهو مؤمن وليس بكافر. كما قال البابا توادروس خلال كلمته في المؤتمر إن رسالة الله للبشرية هي السلام، وإن حب الجميع هو من علامات الإنسان الطبيعي، وإن المسيحية نادت باحترام التنوع. في هذا المؤتمر بحضوركم الكريم وأفكاركم الثمينة تستطيعون أن تضعوا ما هو مناسب لكي ما نواجه هجمات الإرهاب والعنف وهذا التشتيت ونبحث عن أسلوب جديد لكي ما نحيا في سلام ونقدم هذا التعايش. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر الزميل أحمد فضل. إليك أحمد. نعم، يعني بدأت منذ قليل الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف بعد انتهاء الجلستين السابقتين. الجلسة الافتتاحية كانت بحضور شيخ الأزهر والبابا الإسكندرية البابا توادروس، أيضا كانت بحضور كوكبة من العلماء من حوالي 120 دولة، حوالي 600 عالم وعدد من السفراء، أيضا عدد من سفراء الدول وممثلين من الكنائس المختلفة. كان الحديث في الجلسة الافتتاحية حول خطر الإرهاب وضرورة التوحد لمواجهته، وأن الدين الإسلامي بريء مما تفعله الجماعات التكفيرية من الجرائم باسم الدين. أيضا كان أهم ما جاء في الحديث دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى تكوين كونفدرالية شبيهة بالاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب والتطرف وتكفيفه من منابعه. الجلسة الثانية والتي سبقت هذه الجلسة تحدثت عن تصحيح بعض المفاهيم، منها مفاهيم الخلافة والمحاكاة وأيضا الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية والجهاد، وكان بها الدكتور محمود زغزوق وزير الأوقاف الأسبق ترأسها. أما هذه الجلسة فترأسها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتتحدث عن الغلو والتطرف واستخدام العنف باسم الدين. ستكون هناك جلسة رابعة وأخيرة اليوم. اليوم ستتحدث أيضا عن هذه الجلسة عن المواطنة والعيش المشترك وأدب
الاختلاف، وهذه ستكون الجلسة الأخيرة لهذا اليوم، ومن ثم ستستكمل الجلسات غدا. ستكون هناك جلسة خامسة وتتحدث عن دور المؤسسات الدينية في مكافحة الإرهاب، ومن ثم الجلسة الختامية والأخيرة وتتحدث عن أهم التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر. شكرا لك.